صباح الخير واهلا بكم مشاهدينا الكرام، لسه مكملين معاكم في قرارات هذا الصباح. تصدير العقار اصبح يعني مورد مهم بتسعى له العديد من الدول لما يمثله من الناتج المحلي الاجمالي للدول. في العديد من التجارب في مختلف الدول او في بعض الدول، يعني زي مثلا الامارات، دبي اتجهت منذ فترة لتصدير العقار، تركيا أيضا في بعض المدن التركية زي اسطنبول وأنقرة وغيرها من المدن، بالإضافة إلى بعض دول أوروبا الشرقية وأيضا دول في شرق المتوسط اتجهت هذه الدول لتصدير العقار لديها لما تمتلكه من مميزات، بتسعى أصحاب جنسيات أخرى من دول مختلفة أنهم يستوردوا هذا العقار في هذه الدول. كانت في مؤخرا بعض المطالبات خصوصا من المطورين العقاريين بتصدير العقار المصري، خصوصا بعد ما أصبح في العديد من المستويات المختلفة من العقارات المصرية بمستويات برضو من الرفاهية الكبيرة، وربما بعضها لا يناسب أصحاب الدخول في مصر. من هنا كان في مطالبات، وكان الموضوع ده حاضر في أكثر من ملتقى واجتماع، وامبارح الصبح افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ملتقى بنات مصر 2023 في دورته الثامنة تحت شعار فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم، بمشاركة عدد من الوزراء وعدد من رؤساء الوفود العربية. هنتكلم عن إلى أي مدى ممكن مصر يكون عندها فعلا قدرة على تصدير العقار المصري، وهل هي بتمتلك من المميزات اللي امتلكتها الدول الأخرى اللي تجعلها قادرة فعلا على تصدير العقار المصري، ومن ثم يكون في إقبال من الناس في الخارج أو من أصحاب الجنسيات في الخارج إلى القدوم وشراء العقار المصري، خصوصا أن ده هيكون برضو لو تم تطبيقه والاستفادة منه هيكون له دور في زيادة الحصيلة الدولارية المصرية خلال الفترة القادمة. للحديث عن هذا الموضوع معنا دكتور مهندس حسين جمعة رئيس جمعية الثروة العقارية والخبير العقاري. دكتور صباح الخير واهلا بك، كل سنة وانت طيب. اسمح لنا دكتور ومشاهدينا الكرام نتابع الاول هذا التقرير. في ظل سعي الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال التعمير والتنمية الشاملة، انطلقت فعاليات الدورة الثامنة لملتقى بنات مصر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي بمشاركة وفود عربية وإفريقية وبالتعاون مع المملكة العربية السعودية، والذي يقام بعنوان فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم، لاستعراض استراتيجية تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية للدول العربية والإفريقية، وآليات تمكين الشركات المصرية للمشاركة والتوسع بمشروعات التعمير بالخارج ونقل التجربة المصرية الحديثة في البنية التحتية والإسكان. ويكتسب الملتقى أهمية خاصة في هذا التوقيت في ظل ظروف مختلفة يواجهها الاقتصاد العالمي، إلا أنه رغم التحديات والتداعيات السلبية العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الأحداث العالمية والإقليمية الصعبة، لا تزال الدولة المصرية قادرة على تخطي جميع التحديات والمضي قدما نحو المستقبل لقدرتها في مواجهة الأزمات وقدرة وتنوع اقتصادها وارتكازها على البناء والتنمية كمسار إجباري للنمو والتأكيد على تنامي قوة الاقتصاد المصري. يعد ملتقى بنات مصر هو الحدث الأكبر والأهم في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، لكونه يعقد سنويا منذ عام 2014 بدعم وإرادة سياسية من الدولة. نتكلم أكثر مع ضيفنا الكريم دكتور مهندس حسين جمعة رئيس جمعية الثروة العقارية والخبير العقاري. دكتور مهندس حسين، لو حبينا نعرف أولا في تعريف سريع ومختصر إيه هو المفهوم أو المقصود بتصدير العقار؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وثانيا بشكركم على الاستضافة، وثالثا هو طبعا موضوع تصدير العقار الحقيقة يعني من الموضوعات الشائقة جدا ومن الموضوعات المفيدة جدا للبلد. لكن عشان اصدر عقار يعني ايه اصدر عقار؟ طبعا كل الناس عارفه يعني ايه تصدير، يعني مثلا بصدر اجهزه، بصدر اي مواد او ماتيريال، انت بتعمل المنتج وتحط فيه مواصفاتك العالميه وبتصدره بحيث ان هو يبقى ايه قابل للايه؟ للتعامل مع جميع الدول في جميع انحاء العالم.
ده بالنسبة للمنتج. أما بالنسبة للعقار عشان أصدر عقار لازم أهتم بالعقار نفسه وبهتم بالبيئة المحيطة به. ده الفرق بين تصدير العقار وتصدير أي منتج. فتصدير العقار هو إن أنا أبني عقارات على مستوى عالي جدا والتقنيات عالية جدا زي اللي بيحصل دلوقتي مثلا في العالمين وزي ما بيحصل في العاصمة الإدارية، بحيث ان بطبق المواصفات وبطبق المعايير العالمية وبطبق الكودات العالمية، لان انا المنتج هيروح لعميل متميز وعميل فاهم، وعشان الراجل هيشتري والعميل ده عنده. عايزين برضو نشير ان العميل ده عميل اجنبي مش مصري، عميل اجنبي وبعدين يتبع هيتبعه مكاتب استشارية ويتبعه اللي يجي يستثمر مثلا بمليون دولار في مصر، هيبقى معاه ناس فنيين. فالعقار إن ما كانش يكون مطابق للمعايير الدولية والعالمية دي حاجة، تاني حاجة البيئة تكون المحيطة بالعقار تكون متوافقة مع العقار ومتوافقة مع ان تجذب مستثمرين زي ما بيحصل حياتك قلت في دبي او في تركيا. فتصدير العقار ان انا بعمل منتج متميز جدا بمواصفات عالميه، بطبق المعايير الدوليه، بطبق النسق المعماري، بطبق الطرز المعماري، بطبق التنسيق الحضاري في العقار وما حول العقار. تمام. طيب دكتور، ايه اللي يخلي مستثمر اجنبي او مواطن من دوله تانية يجي يستثمر في العقار في مصر، سواء يشتري شقه، فيلا، عماره سكنيه؟ ايه اللي يخليه يجي؟ يعني مثلا البعض بيروح مثلا لدول شرق اوروبا او حتى تركيا او حتى الامارات في دبي علشان مثلا بيئه الاعمال هناك او علشان يحصل على الجنسيه. دي اغراءات بتقدمها الحكومات في الدول دي علشان تسمح بتصدير العقار بتاعها. ايه اللي يخلي مواطن من بره يجي يشتري في العقار المصري؟ البيئه في مصر والمناخ في مصر والمستوى المعيشه. يعني انا اعرف ناس بيطلع معاش مثلا في اوروبا ويفضل يجي يقعد في العاصمه الاداريه الجديده او في مدينتي. ليه؟ هو مثلا بياخد معاش 5000 دولار او 4000 دولار، لو راح بيها دبي مش هيعملوا له حاجه، فبيجي يقعد في العاصمه ياجر ويعيش. فمستوى المعيشه في مصر قليل. المناخ في مصر احسن من اي مناخ موجود في على مستوى الوطن العربي او على مستوى الشرق الاوسط. بس هنا ينقصنا التسويق. ازاي ان انا اسوق العقار بتاعي بحيث اوصله للايه؟ للتصدير، واجذب بعض الفئات زي اصحاب المعاشات بره او زي مستثمرين. فاللي انا عايز اقول لك عليه عشان عارف وقت البرنامج صغير وضيق، عشان اجذب ناس واصدر عقار لازم يبقى عندي بيئه تشريعيه مشجعه للاستثمار، بحيث اللي يجي عندي مثلا يشتري عقار اقدر اديله مميزات زي اللي بياخدها في دبي، زي اللي بياخدها في تركيا، زي اللي بياخدها في ماليزيا. قبل ما نتكلم عن البيئه التشريعيه خلينا نعرف من حضرتك حجم الثروه العقاريه في مصر قد ايه وانواعها برضو لو حضرتك تصنفها. ممتاز جدا، سؤال طبعا مهم. انا عايز بس اطمن الناس صراحه، لان يعني قبل البرنامج جالي تساؤلات كتير. انا عايز ابشر الناس ان احنا في، انا امس بس امبارح قريت تقرير عالمي ان مصر من ضمن اكبر الدول او هي رقم 32 في الثروه اللي هي تملكها مصر كعقار كاصول كماتيريال، ده غير الثروه البشريه. تمام. فاحنا يعني احنا ترتيبنا 32 بعد السعوديه، واحنا اميز من الامارات في هذه الجزئيه. فهنا بالنسبه انت كنت صحتك بتسال حجم الثروه العقاريه في مصر. الثروه العقاريه في مصر حوالي حاليا بعد ال 15% الزياده خلال الست سنوات اللي فاتوا، احنا عندنا ثروه عقاريه تقدر ب 10 مليار دولار. 10 مليار دولار. بس في نقطة مهمة عشان السؤال المهم اللي أنت قلته ده. إزاي إن أنا أستفيد من هذه الثروة؟ لأن في نسبة كبيرة منها غير مسجلة. فالنهاردة أنت عندك ثروة عقارية 10 تريليون، أنا آسف، 10 تريليون دولار، تمام؟ ومش قادرين نستفيد بها استفادة كاملة. فيجب إن عشان كده البيئة التشريعية، يجب إن إحنا نعمل تصنيف. المطلوب مثلا من المطلوب ان انا اصنف المشرعين. بص حضرتك، بص يعني انا قبل ما اجي البرنامج حبيت اجيب احصائيات
مفيش احصائيات دقيقه عندي يعني، مع ان انا ثروه عقاريه، لكن من الصعوبه بمكان انت تلاقي احصائيات عن العقارات في مصر، واخد بال حياتك؟ فالمفروض تصنيف العقارات، ترقيم العقارات، رقم قومي للعقار بقى لنا 10 سنين المفروض نعمله، بيئه تشريعيه جاذبه، تجميع القوانين العقاريه كلها في بوتقه واحده، بحيث يبقى ايه نظام الشباك الواحد. ده اللي هيخلينا ان احنا نستثمر ال 10 تريليون دولار دول استثمار جيد. تمام. يبقى اتفضل. طيب دكتور، لو حبينا برضو نعرف يعني بعض التسهيلات اللي اعلنت عنها الحكومه للحصول على الاقامه او الجنسيه المصريه عند شراء عقار بمبلغ معين بالدولار، حضرتك بتشوف ازاي ان الخطوه دي فعلا ممكن تكون مشجعه لبعض الجنسيات، خصوصا بعض الدول اللي فيها مشاكل، ممكن بعض المواطنين الموجودين في هذه الدول من اصحاب القدرات الماليه انهم يجوا ويقيموا هنا في مصر عند شرائهم عقار بمبلغ معين؟ بالنسبه للعقارات او بالنسبه للمجال العقاري، دخل في جميع مجالات الحياه. تمام. واصبح جاذب للاستثمار، واصبح ان هو وسيله معينه، بحيث ان انا النهارده اقدر اجي استثمر عقار او اشتري عقار واخد تسهيلات واخد اقامه. هذا الموضوع مطبق في معظم دول العالم، واحنا هنا الحقيقه دلوقتي طبقناه، فدي هتدي برضو نوع من الجذب ونوع من انتشار للعقار المصري وتسويق للعقار المصري في نفس الوقت. البعض بيقول ان مع دخول مطورين عقاريين عرب واحيانا اجانب السوق المصريه لبناء العقارات وعمل مستويات عاليه من الرفاهيه، سواء زي ما شفنا بنشوف في العالمين الجديده او حتى في بعض المدن الجديده، وان النوعيات دي من العقارات ربما لا تناسب الفئه الاكبر من الشرائح الاجتماعيه المصريه اللي هي تكون قادره على شراء مثل هذه الانواع، فحصل في ازمه في السوق العقاري لدى هؤلاء المطورين، وده اللي دفعهم انهم يبحثوا عن بدائل في الخارج علشان يصدروا العقار المصري. حضرتك بتتفق مع هذا الراي ولا ايه؟ بالنسبه لموضوع المطورين العقاريين، طبعا هم في بعض المشاكل بيواجهها المطورين العقاريين، خاصه في ارتفاعات الاسعار المستمره. فانا اقترحت بالنسبه للجزئيه الاولى، المطور العقاري المفروض العقد بتاعه يكون في فليكسبيليتي، يعني انا النهارده مثلا متعاقد مع جهه انفذ لها مشروع، او متعاقد مع عميل ابيع له، فما يبقاش السعر ثابت معايا، لان انا هسلم خلال 3 سنين، فخلال ال3 سنين دول ممكن الاسعار تزيد. فانا بقترح بالنسبه للمطور، اذا كان هيشتغل كمطور او كمقاول او هيبيع لمشتري، ان يبقى العقد فيه مرونه ومرتبط ببعض الايه المصانع المعروفه، يعني الحديد ارتبط بمصنع كذا، الاسمنت ارتبط بمصنع كذا، السيراميك ارتبط، بحيث ان انا لو حصل زياده في الاسعار ديت يستطيع المطور ان هو يطلب زياده في الاسعار. بس البعض بياخد على النقطه دي، خصوصا مثلا اللي هو المستهلك اللي بيشتري شقه او فيلا، ان هو مستوى دخله ربما يكون ثابت ما بيقدرش يتناسب، فهو لو خصوصا بعض برضو المطورين العقاريين بيقع عليهم، خصوصا اللي هم مش الشركات الكبيرة أو لها سابقة نجاحات، انهم بيتأخروا في التسليم، فهم بيشيلوا اللي هو المستهلك يعني أخطائهم انهم ما سلموش في نفس الوقت، لو كانوا اشتروا بالسعر ده في الوقت اللي هم كانوا متفقوا عليه وسلموه ما كانوش حصل الأزمة، فليه يشيلوا المستهلك وهم يكونوا كسبانين كده كده؟ هو بص أقول لك على حاجة، هو الدولة الحقيقة راعت هذه الجزئية عن طريق مبادرات تمويل عقاري، مبادرات الاسكان الاجتماعي، فالشخص اللي هو يجد نفسه امكانياته محدوده بيتجه يا اما لصندوق الاسكان الاجتماعي، وده متاح جدا دلوقتي، بيتجه الى مبادره تمويل عقاري، بيتجه للبنوك، واخد بالك، بيمشي في الطريق اللي هو يتمشى مع امكانياته. اما المناطق اللي هي زي العالمين وزي مزبير والكلام ده، دي ليها شريحه معينه، زي مثلا الفيلات اللي في العالمين ب 120 مليون والكلام ده. فالنهارده الشخص اللي هو شايف امكانياته محدوده يتجه اتجاه محدود عن طريق مبادرات الدوله، زي مثلا مبادره التمويل او الاسكان الاجتماعي. اخيرا دكتور حسين، لو حبينا نعرف من حضرتك المتوقع من الدخل اللي ممكن مصر تحصل عليه سنويا في حاله نجاحها في تصدير العقار المصري.
اتوقع ان العقار لو احنا صدرناه هيرتفع الناتج المحلي الى، هو حاليا دلوقتي حوالي 20%، ممكن يرتفع الى 30% الناتج المحلي يعني نسبة العقار من الناتج المحلي. تمام. طيب احنا نقدر نصدر بقد ايه بقى، او متوقع لنا نصدر بقد ايه؟ يعني مثلا في بعض الدول بتصدر مثلا ب 12 او 15 مليار دولار لكل دولة مثلا. احنا متوقع ان احنا ممكن نصل الى 20 مليار دولار تصدير عقار في السنة. في السنة ده خلال فترة زمنية قد ايه ممكن نوصل لها لو مشينا بالتشريعات والخطوات؟ لو عملنا التشريعات وعملنا المواصفات احنا هي الدولة ابتدت فعلا. يعني انت عندك دلوقتي كمان في حاجة عايز اقولها، اللي هي المدن الذكية ومدن الجيل الرابع، دي قابلة للتصدير على طول. فاحنا لو ركزنا في المدن الجيل الرابع والسمارت بيلدينج والمباني الجرين بيلدينج، لان الحاجات دي مطلوبة جدا من بره كمنتج. مطلوب يعني اللي هيجي من بره مش عايز يسكن في مبنى تقليدي. عايز مبنى سمارت، عايز مبنى جرين، عايز حاجة اسمها سستينابيليتي. فاحنا لو ركزنا في الموضوع ده خلال سنة سنتين ممكن يصل الى اكتر من 30%. تمام. في دكتور المية. مهندس حسين جمعة رئيس جمعية الثروة العقارية الخبير العقاري، شرفتنا ومسعد على حضرتك. شكرا. كده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا الى ختام حلقتنا النهاردة في هذا الصباح. بكرة إن شاء الله موضوعات جديدة وفريق عمل جديد. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.